السلام عليكم الحبايب، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحتكم دير مع الصحه؟ كي درتو؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، وليداتكم عائلتكم وحبابكم كلشي مزيان. نتمنى لكم الخير والتيسير والرزق في هذه العشيه هذه، في هذا المنظر هذا، في هذا غروب الشمس. نتمنى لكم الرزق وندعي معاكم بالخير والتيسير، واللي عندها وليدات الله يخليهم ليها، واللي ما كتولدش الله يسهل عليها ويطلق حزامها يا ربي، واللي مريض الله يشافيه، واللي مات الله يرحمهم ويوسع عليهم ويدخل عليهم الرحمات ولحقنا عليهم مسلمين يا ربي. وكل شيء كندعي معاكم، واللي ما عندوش الخدمه الله يسهل عليه، واللي خدام الله يعاونه. وكندعي معاكم من هذا الفيديو، من هذا المنظر الزويون، وتنساريكم معايا في هذه الاجواء الزوينه في العشيه. كتكون زوينه الدنيا هنا مع الضوء كيشعلوا، الله يضويها عليكم يا ربي في الدنيا وفي الاخره يا سيدي يا ربي. ايوا اخوتي، ندخل معاكم. علاش درت معاكم هذا الفيديو؟ علاش بغيت نشارك معاكم هذا الفيديو؟ كنت كنشطب هنا، كنجمع هاد الدراسه ديالي، ها نتوما شوفوا كي دايره مرونه كيما جيت من الخدمه. وانا نقول اجي كنت ندير واحد الوصفه كنديرها ديما لوجهي، كتجيني مع وجهي ملي كيسالي الصيف، ملي تيسالي الصيف تنبدا ندير انا هاد الوصفه هذه لوجهي واليدين. كتحيد ليا داكشي ديال الكحوليه وديال داكشي ديال لاطراس ديال الصيف ديال الشمس. اليدين كيبقاو هكا دايرين شاده فيهم ديك الكحوليه. ايوا يا خوتي، قلت انا علاش ما نشاركش هاد الوصفه اللي كنديرها انا دابا دايره اليوتيوب. خصني اي حاجه بغيت نديرها خصني نشاركها مع الحبايب دياولي. وقلت راه بلا ما نديرها في الكوزينه، اجي لهنا منها منيدر، منها تبرعوا ليا بعويناتكم في هذا المنظر هذا، في هذه الاجواء هذه، وفي هذا الوقت زوين 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 في هذه العشيه بزاف. هانتوما شوفوا راه الغروب ديال الشمس من هذا الجهه، وملي كتكون هذا الغروب ديال الشمس كتكون الدنيا زوينه والدنيا مهادنا. الله يهدنها علينا وعليكم يا رب الحبيب، يا ربي هدن الدنيا يا ربي الحبيب يا ربي. ايوا انتم اخوتي، ها انا معاكم وانتم معايا، ها انتم شوف. ايوا يا اخوتي، وهاد المندالينا ها هي عندي هنايا عزيزه عليا، فيما مشيت كنديها معايا. ها دار لي المندالين، شوف ها هو كيكبر من حتى يولي مزيان يا ربي حلو، تيجي غزال. سمحوا لي الا شهيتكم. ايوا يا الحبايب ديالي، دابا غندخل معاكم في هاد الوصفه ديالي. شوفوا انا تندير هذيك البيضه كلها كنهرسها ونديرها هنا، تندير هاد النشا ها هو الطحين ديال الذره، وهذا اخوتي هذا الطحين ديال الزرع مع النشا مع البيض مع زيت الكوكو. حتى اللي ما عندوش زيت الكوكو، ها هو زيت الكوكو، اللي ما عندوش زيت الكوكو يدير واحد شويه د العسل، واحد النقيطه د العسل. اش غنقول لكم؟ كتجي غزاله. واحد الوصفه ما نقول لكمش عليها. انا بعدا مجرباها وكنديرها ديما، كتجيني مع وجهي. هاد الوصفه هادي ماشي كتصلح غير البنات والعيالات، كتصلح للرجال، للدراري، للبنيتات، للعيالات اللي وجههم هكا مداير ديك التكماش، ديك التجاعيد اللي كاين في الوجه، وكترطب الوجه وكتحيد ديك الكحوليه كتحيد الكحوليه من الوجه، عرفتي؟ وغزاله. انا بعدا ديما كنديرها
يدي ما كيبقاوش ممشكين، يدي كيطابو، الدرعين ديال يدي كحلين، كيتحيد منهم ديك الكحوليه. ولكن خصكم تداوموها واخا عجوج مرات في الاسبوع، عجوج مرات في الاسبوع. ما ساهله مهله، بيضه كلها، الطحين ديال النشا، الطحين ديال الزرع، زيت الكوكو، والصلاه على النبي. ساهله مهله، كلشي كاين، كلشي عندكم في الدار، هادشي كامل عندكم في الدار. ودابا عاد نخلطها وعاد نرجع نوريكم ملي كتخلط كيفاش كترجع. مع انا كنت كندير عي هنا والله العظيم، ها نتوما باش ما تقولوش، ها انا نشرت الحوايج، هذا اللي كنت كنمسح به كنشطب، قلت اجي الوصفه اللي كندير نشاركها مع الحبايب ديالي. ها نتوما الوصفه اللي كندير نشاركها معاكم، وها انا ما خصني نخبي عليكم حتى حاجه. واي حاجه نديرها في داري ولا في الزنقه ولا لقيت شي منظر زوين نصوروا ليكم ونشارك معاكم وتشاركوا معايا كلشي كاع اللي كنديروه نوريوه للحبايب ديالي. لهلي خطيكم عليا، الله يسهل عليكم وعليا وعلى الجميع يا ربي. وخليكم معايا انا غنخلط الوصفه ديالي وعنرجع نوريها لكم كيفاش جات. على قاش انا عب وحدي في الدار ما لقيتش اللي صورني بحال هكا، واخا ندير هذيك ديال اللي كنصور بها، ما عاد جربتها ما جاتنيش زوينه. خصني نوري لكم هكا مزيان. والزيت ما كنديرش بزاف، كندير واحد شويه، ما كنديرش هذه المعلقه عامره، كندير واحد القطيره عا بحال هكا. ها انتم هي بحال هكا واحد شويه، انتم يا خوتي ها انتم الحبايب ديالي. يلا انا معاكم، انا رجع معاكم حبايب. انا رجعت مع خوتي الحبايب ديالي، انا رجعت من هذا النيدر عاوتاني. شوفوا تبارك الله في ديك الجبل. ها انتم شوف على المنظر، زعما هذا الكوستا فيها المنظر زوين. شوفوا الغروب كيفاش دايره، شوفوا الحبايب، كلشي كيشوف الغروب وكلشي كيدير. عا كنشارك معاكم انا يا هاد الفيديو ديالي، كنبغي نوريكم فيه ما نهضرش على حاجه وحده، تنبغي منها الانسان يتمنظر منها، نشارك معاه داك الشيء ديالي اللي كندير مع اللي كندير راسي. ها انتم اخوتي، انا رجعت جبت الصينيه ديالي حتى لهنا، جبتها حتى لهنا وقلت انا نوريهم معايا هذا الشيء. ها انتم شوفوا الغروب تبارك الله. ها انتم شفتوا، ها انا في حطيت الصوينيه ديالي بيد ما خلط هاد الخليط هذا. ها انتم شوفوا، انا خلطته، شوفوا كي كيجي، شوفوا كي كيجي، كيجي واعر 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 وزوين. عرفتي يا خوتي، جربوه وردوا عليا، عاد شكروني بزاف ملي عاد جربوه، ملي عاد جربوه وتلقاو وجهكم رطاب وتحيد منه ديك الشيء ديال ديك الشيء ديال البحر، والعنق ديروه في عنقكم وفي وجهكم وفي الدرعان ديال يديكم وحتى في رجليكم، ولكن تخليوه 10 دقائق حتى 20 دقيقة، تخليوه على وجهكم تيتجبد مزيان ويكرم مزيان باش يعطي المفعول ديالو. راه هادشي صحي، ما فيهش شي حاجة المضرة نهائيا، هادشي غزال. أنا ميمكن لياش نعطي الحبايب ديالي شي حاجة اللي ما مجرباهاش. أنا مجربة هاد الوصفة وكتعجبني بزاف، وهانتوما جيت خرجت برا باش منها تشوفوا الوصفه، منها تفوجوا. ايوا خوتي، مني تبغيو دابا غنقول لكم، مني تبغيو تغسلوه كتغسلوه كتفزقوا وجهكم بالماء بارد، الماء بارد فزقوا وجهكم بشويه بشي فويطه ولا بالقطن، فزقوا حتى يفزق لكم مزيان، وهاو غسلوا وجهكم بالماء بارد وغسلوا بالصابون ديال الحجره. ملي تغسلوا بالصابون ديال الحجره والماء بارد، كتشدوا ديك شي كريمه ديالكم، اي كريمه ديال الليل، وكتدهنوا في وجهكم وكتشوفوا كيفاش كيولي الوجه، كيولي غزال واليدين كيرطابوا، كيحيد ديك الشيء ديال الشمس، ديك الشيء ديال المشك ديال الشمس. الدراري، الرجال، البنات، العيالات، كلشي هاد الوصفه كتصلح ليهم كلشي تبارك الله. دابا كلشي ولا كيديرها
الوصفات فوجاهم وداكشي، وقلت علاش لا ما نبقاش نشارك داكشي اللي كندير انا في وجهي وفي يدي، وكتعطيني نتيجه زوينه وبصحتنا وبراحتنا وبصحتكم براحتكم. واللي جربها يقولها ليا عافاكم. انا حركت بهذا ديال العسل باش ما نديرش الصداع في الزلافه، لقيت ديك المعلقه مع الجاج كيدرسني انا الحاجات ديال هكا ديال لامينيو كندرس والله الا خوتي. ايوا انتم بصحتكم. ها التصوينيه ديالي كنت كندير الشغل تصدقت في الوصفه باش نحطها للحبايب ديالي. هيا خوتي ايوا بصحتكم، وكنسلم عليكم وكنقول لكم شكرا لكم وشكرا لكم بزاف، ولهلي خطيكم عليا الله يخليكم صحيحتكم. وما تنساوش ديما كنقولها لكم من هذا المنظر الزوين، ويعطيكم صحيحتكم ويخليكم وليداتكم ويخليكم معز عليكم يا ربي. ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه ديالي وتبارطاجيوها مع اصحابكم وحبابكم وخوتكم. وما تنساوش دخلوا ديروا لي جيم وديروا لي ابوني وتفرحوني، الله يجعل ربي يفرحكم. يلا خوتي بسلامة عليكم، احسن فيديو واحد اخر ان شاء الله.